الجمعية تقدر 95 مليون سنويا الولاية السابقة هذه الولاية 95 مليون فين كتصرف؟ أنا كنشوف في التقارير ديالكم في اللجنة المالية كتقول بأن 12 مليون الحج و 13 مليون شي حاجة، الحج ما كاينش 3 سنين في الحج رأفا بالمجلس ورأفا بالساكنة. أنا كان من موقع عيسى الرئيسة كنطالب أن المباني ما خصهاش تصرف في هذا الاتجاه. أنا ماشي ضد الموظفين وماشي ضد أشخاص، أصدقاء ديالي رؤساء رئيس ولا أمين مال أصدقاء ديالي، ولكن طلبت عاون طلبت لحيت باش يعطيونا غير التقارير يعني كيستهزئوا بهذا المجلس. واش هما تيقولوا في التقارير بأن راه كاين في التقارير ديال اللجنة المالية في المحضر بأنه كيعطيو التقارير السيد الرئيس وكيقر السيد أمين المال في هذا المحضر بأن الرئيس هو اللي كيعطيهم الجمعيات اللي كيستهزئوا. هذا راه غادي تغلموه من فوق، راه اختلاس أموال باش تقول دوز الفلوس من الباب باش ترجع لها من الشجر، هذا راه اختلاس حذاري ثم حذاري. حنا ما بغيناش نديرو شي إجراءات اللي تمس أشخاص، ولكن بغي جاتكم بخير السيدة الرئيسة ومن خلالكم نبغوا السيد الرئيس لهذا الأمر. كنت في الأغلبية وكان نادي لهذا الأمر. أنا ماشي ضد الأشخاص الموظفين والأنشطة ديالهم، ولكن حذاري هذا راه خطأ سافر للقانون. تحت كنتكلم تحت الوصاية ديال السيد العامل، وكان بودنا حضور السيد العامل وسيد الكاتب العام في الجامع العام، وكاين الإخوان أعضاء المجلس اللي جاو من مدن يعني بعيدة. كنا ناقشوا يعني نقاط مهمة من غير النقاط ديال الدعم للجمعيات، خصوصا حنا في الحالة الوبائية تجيبونا المندوب الصحة يشرح لنا شنو الوضعية الوبائية ديال الإقليم أو ما شابه ذلك. شكرا سيدي الرئيس. لدي توضيح وإغناء النقاش هذه النقطتين بجوج الإخوان في إطار مداخلات السعادي والسيد مبارك السبعي كتدخل في المحلة. بالنسبة للنقطة الأولى هي ديال السرطان، كنعرفوا والحمد لله الشجاعة والأخلاق ديال المغاربة ديال الإسلام المسلمين عامة والمغاربة خاصة في إطار التكافل والتضامن. بالنسبة للأخت النقطة الأولى واخا هي دازت التصويت غير في إغناء النقاش مادام لي حنا تكون عندنا إمكانيات أكثر وندعموها، ولكن الله أعلم غتنعرفوا كل المجالس بصفة عامة في المغرب وتداعيات كورونا أثرت فعلا على الميزانيات، ونطلبوا الله التيسير مرة أخرى إن شاء الله هذه خطوة مبادرة مهمة. بالنسبة للنقطة الثانية كالسعادية هي من المفروض أنه الدقيق في صرف هذه المبالغ ماشي عيب، والحضور ديال الأخ ماشي برا ماشي عيب، غير بين قوسين واللي محاضرين شغل نفسهم الإخبار بالنسبة لهذا الغلافين الماليين هما الغلاف الأول ديال 45 مليون سنتيم اللي هي كتعطى الجمعية أولا في إطار القانون العام في إطار الحرية العامة وفي إطار دولية مشتركة بالنسبة لجميع القطاعات سواء العمومية أو شبه العمومية. هناك جمعيات للمصالح الاجتماعية تتبعها المجالس، وهي في الشق الأول من الدار الأول. أنا تنظن أن الجمعية تأسست 2007 يكرقوا أنشطة ما يخص الموظفين يعني في إطار الرحلات في إطار دعم القطار للوفيات الولادات الحج ربما الخاطط حتى في إطار السكن الاجتماعي لجمع الموظفين، هذا المبلغ الخاص بها. أما الشق الثاني اللي هو 50 مليون سنتيم هي مخصصة للمصاريف وأنشطة الجمعيات الجمعيات العامة تصرف من المجلس الإقليمي عن طريق الجمعيات باش ما بغيتوش التي كتستعمل أكثر ربما هي 45 مليون سنتيم. التالية هي بطاقيات تملك تنشيط نشاط على مستوى المدينة راه تتصرفوا الجمعية أو تتصرفوا المجلس الإقليمي عن طريق الجمعية في إطار القانون ما كاينش صرفها مباشرة، فكتكون الجمعية تحت هذا المبلغ اللي صرفيها وشكرا. دور كل خير. ولكن إغناء النقاش ولحفظ الحق شكرا للخارجية أكدت الكلام ديالي قلت أنا أن ال 50 مليون كتمشي من هذه الجهة وكتصرف من هذه الجهة. شكرا سيدة رئيسة اللجنة، هذا شيء غير قانوني سيدة، أن هذا احتيال على القانون. الجمعيات كيف ما كنعرفوا القانون وفي الدوريات خص ضروري تدوز بإطار اتفاقية مع المجالس، أما باش يكون بدا بهذه الطريقة نعطيو جمعية ونعاودو نرجعوها لجهة أخرى راه شيء غير قانوني. وكتأكدوا السيدة رئيسة اللجنة وغيرها يدوموا في المحضر وتأكدوا عليه سيدة رئيسة. شكرا.